أحييكم أنا سهير القيسي، أرحب بكم في حلقة جديدة من سباق البرلمان من بغداد في جزئه الثاني الذي يستضيف القيادات السياسية التي تخوض العملية الانتخابية لعام 2010. السيد إياد جمال الدين، المفكر الشيعي والسياسي البارز الذي تفقه في علوم الدين في قم لمدة 16 عاما في إيران، لكنه خرج منها عام 95 بعمامة على رأسه وفكر ليبرالي يناهض ولاية الفقيه، هو اليوم رئيس تجمع أحرار، يدخل العملية السياسية كرئيس لهذا التجمع دون أن يكون مرشحا. نتحدث معه في حواره الأكثر صراحة والأكثر مباشرة. أهلا بكم إلى سباق البرلمان. أهلا بك سيد إياد جمال الدين، رئيس تجمع أحرار. نود أن نبدأ بخروجك من القائمة العراقية، خرجت وشكلت تيار أو تجمع علماني أيضا، إذا لماذا خرجت؟ شكرا للعربية وحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لم نختلف فكريا، يعني التوجهات التي ناديت بها في خيمة الناصرية ما زال الأخوة في العراقية متمسكين بها، فليس هنالك خلاف فكري وإنما هنالك خلاف في التوجهات السياسية. كيف؟ أنا لي وجهة نظر أزاء طبعا في نقطة محددة واحدة وليست في كل المواقف، في كثير من المواقف نحن ما زلنا نشترك في كثير من رؤانا ومواقفنا أزاء الأحداث، وإنما أزاء العلاقة مع إيران. أنا لي موقف واضح بالنسبة لإيران، ليس موقفا عدائيا، ولا أريد أن ألبس خوذة صدام حسين مرة ثانية، ولكن العلاقة بين إيران وبين العراق الحالي علاقة ملتبسة جدا، هنالك ازدواجية في الخطاب الإيراني، خطاب الخارجية شيء وخطاب المخابرات وحرس الثورة شيء آخر، ولذلك لابد من معالجة ملف العلاقات العراقية الإيرانية أولا عبر البرلمان المنتخب وعبر الحكومة وليس عبر القوى السياسية التي ننتقدها. طيب سيد إياد، هم أيضا ضد التدخل الإيراني في القائمة العراقية، حتى مؤخرا قالوا أنه موضوع المساءلة والعدالة اللي أصلا احنا حكينا به هواية بسباق البرلمان محرك من إيران، ما يتفقون وياكم بهذه النقطة؟ أولا لنحدد من هو الذي يقيم علاقات مع إيران أو غير إيران، الحكومة العراقية والبرلمان وزارة الخارجية أم القوى السياسية والأحزاب؟ نحن ننتقد أحزابا عراقية نقول أنهم هؤلاء مرتبطون بإيران ولهم علاقات سرية وشبه علنية وعلنية مع إيران، وهذا بس القائمة العراقية ده نحكي وسبب خروجك، أنت قلت نقطة إيران بالتحديد، طب هم ما يماثلوك بالتوجه؟ حتى أكو يعني تصريحات متشابهة مؤخرا فيما يتعلق بإيران منكم ومن القائمة العراقية، وين الاختلاف؟ هل سمعت الدكتور إياد علاوي ينتقد إيران مؤخرا؟ نعم. أزاء تصريح أحمد نجاد؟ نعم. أنا لم أسمع ذلك. أنا سمعته إعلامية والتقينا ونفس أنا نقطة الخلاف عندما أرسل وفدا إلى إيران ظاهره زيارة المرحوم سيد عبد العزيز الحكيم وباطنه اللقاء مع المخابرات الإيرانية، رفضت هذا الأمر جملة وتفصيلا، وكنت قد حذرت الأخ الدكتور إياد قبل 6 أشهر من إرساله للوفد، بالضبط الشهر الثاني 2009 بلقاء مطول وعاصف أيضا لأكثر من ساعتين وبحضور راسم العوادي ومحمد علاوي، وحذرت من أن ينفتح على إيران دون تنسيق مع الدول العربية تحديدا السعودية ومصر، وأن لا يذهب بمفرده إلى إيران لأنهم سوف يستضعفوه ويذلوه، ولكنه سعى سعيا حثيثا ووسط شخصيات سياسية لبنانية لكي يفتحوا له قناة اتصال مع إيران، مما قناة أثار اتصال فيما يتعلق بمنع التدخل الإيراني خصوصا بالعملية الانتخابية، وهذا التخوف يشاطركم به. لا هو أنت عندما تتخوف من التدخل الإيراني لا تذهب توسط السيد حسن نصر الله لكي يفتح لك قناة مع بالعلاقات مع إيران، مما أثار حفيظة حسن كاظم يقوم بالسفير الإيراني هنا وكان عاتبا وحانقا، لماذا يتجاهلني الدكتور إياد ويذهب إلى لبنان لكي يفتحوا له قناة؟ لماذا لا يتصل بي؟ أنا هنا السفير الإيراني، أنا المسؤول عن العلاقات العراقية الإيرانية. هذا الوضع الملتبس أنا حذرت منه وكلمت الدكتور عدنان الباتشي وأبديت لامتعاضي أيضا،
فكانت الأمور فيها تدرج، لم يكن موقفا فجائيا، وإنما أنا لي موقف متحفظ جدا أزاء أي انفتاح مع إيران إلا بعد التثبت ومعرفة الأسباب والأهداف. لكن سيد إياد، يقال بأن حضرتك كنت تطمح لأن تكون رئيس تجمع، تطمح لزعامة تجمع ما، وليس موضوع إيران. أنا كنت رئيس تجمع أحرار، واشتركت بالانتخابات 2005 بعنوان رئيس تجمع أحرار المنضوي ضمن القائمة العراقية. لكن كان شخصية الدكتور إياد علاوي هي الأبرز بالقائمة العراقية، ويقال بأنه أنت طمحت بأن تكون أو يكون لك دور بارز وتقود كتلة أحرار طمعا بهذا الدور الزعامي. أنا كنت رئيس تجمع أحرار في عام 2005، اشتركنا بإطار واحد اسمه القائمة العراقية فيها 15 كيان، أحد الكيانات كان تجمع أحرار، فأنا لم أكن أبحث عن منصب ولا أبحث عن زعامة، ولو كنت أبحث عن هذه الزعامة كان أسهل لي أن أبقى مع القائمة العراقية أو الدكتور إيش اسمه الأخ المالكي رئيس الوزراء، أيضا هو طلب منا أن ننضم بعنوان تجمع أحرار ضمن ائتلافه، وكذلك الأخوة هنا الائتلاف الوطني. طيب لماذا لم تنضوي تحت الائتلاف ائتلاف دولة القانون مع السيد المالكي؟ هنالك ملاحظات على أداء الحكومة بمجملها، أداء الوزارات وتوجهاتهم السياسية، ولذلك رفضنا الانضمام مع دولة القانون ومع غيرها من الائتلافات، وآثرنا أن نتحمل جهد وأعباء كبيرة لكي نخوض الانتخابات مع كثرة الناس الذين يثيرون تساؤلات، هل يمكن الفوز هل لا يمكن الفوز، هل هو يبحث عن زعامة أو لا يبحث عن زعامة. طيب دعوتم إلى بقاء منظمة أو معسكرات مجاهدي خلق في العراق، هذا مو استفزاز به لإيران؟ وإيران ما تستفزنا يوميا، حتى هم يمتعضوا إذا أنا أيدت مجاهدي خلق. أنا لو كان الأمر بيدي أعطي مساحات من الحرية واسعة لمجاهدي خلق لكي يكونوا معارضة فاعلة للنظام الحكومي في إيران، إلا إذا توقفت إيران عن تدريب الميليشيات في العراق وعن تدخلها السلبي. وأنا عندي موقف مثبت في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ضمن المحاضر الرسمية، طالبت بفتح المجال لكل معارضة لأي دولة تتدخل سلبيا في العراق أن نفسح المجال. حتى وإن كانت متهمة بما يقال أنه أعمال إجرامية هذه منظمة مجاهدي خلق، حتى وإن كانت، أنا لا أريد أن أمنحها الجنسية العراقية، أنا أريد أن أكف شر إيران عن التدخل في الشأن العراقي، بس لا أكثر لا أقل. إذا ما ارتدعوا بالكلام وبالحوار كما يدربون ميليشيات، أنا موجودة عندي ميليشيا اسمها مجاهدي خلق أحركم على إيران. ما زالوا يدربون ميليشيات مثل أي ميليشيا مثلا هسه إيران تدربها بالعراق؟ والله أنا ما عندي فهرس بالأسماء، ولكن هذا أمر معروف، هنالك مناطق مغلقة بالأسماء. هنالك مناطق مغلقة للنفوذ الإيراني ليس فيها القاعدة، مثل العمارة ما فيها القاعدة، مستحيل أن تصل القاعدة أو التكفيريين كما يسمون. سيد يعني إياد، احنا متعودين صراحتك وتوضيحك، ما وضحت لنا يعني من هي هاي الأطراف وأي ميليشيا تدربهم إيران هسه، وين هاي المواقع المغلقة؟ لا يمكن أن تسحبيني لمواجهات جانبية مع قوى سياسية الآن تريد أن تخوض الانتخابات. أنا عندي معركة أكبر من ذلك، ولكن أقول أن إيران بتدخلها السلبي في العراق، بتدريبها للميليشيات، بإنفاقها الأموال. ما أريد أجرك لمعارك جانبية، بس المواطن العراقي من يسمعك يريد يعرف. المواطن يعرف. اي لا يريد يعرف منك. المواطن هو الذي مبتلى الان بالعبوات اللاصقه والعبوات الناسفه في الازقه، وحتى اذا اثنين زعاطيط تعاركه واحد يخلي البايسكل الثاني عبوه لاصقه، هاي العبوه اللاصقه انا صنعتها لو حضرتك، هاي العبوه اللاصقه صناعه ايرانيه قامت تنباع ب 75 الف دينار بالشارع، زعاطيط قاموا يشترون عبوات لاصقه هذه اللي تنسف لها سياره. فهذا من اللي ادخلها؟ اغرق السوق العراقيه بعبوات لاصقه يلزقوها بالسيارة أو بالبايسيكل أو بأي مكان، وصارت وسيلة لصراع الصبية والزعاطيط في الشوارع. أنا اللي أدخلتها، الأمريكان وزعوها، المحتل الأمريكي. من يدخلها؟ إيران بلا شك، وهي من ساعدها حتى تدخلها؟ منو ساعد على تدخلها؟ ساعد على تدخلها تدخل هاي العبوات والزعاطيط اللي يلعبون بها. نحن مختلفون، ولذلك أصبحنا حائط صيص لكل من يريد أن يتدخل في شؤوننا. لو كنا احنا متفقين لما استطاعت إيران ولا أبو إيران تدخل طيب في شؤوننا. أود أن أكمل معك هذا الحديث سيد إياد جمال الدين. فاصل مشاهدينا، نتابع بعد الفاصل سباق البرلمان، ابقوا معنا. أن تشترك بالانتخابات لأنها سوف تضمن حقك في هذا البلد، وسوف تكون لك مركزية في هذا البلد، وتكون فعلا عراقي.